في إطار تحسين الخدمة العمومية وعصرانتها، لا سيما في مجال التغطية الاجتماعية لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، تم إطلاق بطاقة الشفاء في نسختها الثانية، أو بالأحرى بطاقة الشفاء من الجيل الثاني، والتي تجسد الالتزام رقم 42 للسيد رئيس الجمهورية والمتعلق بالحفاظ على النظام الوطني للضمان الاجتماعي والتقاعد، لا سيما في مجال عصرنة خدمات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعي للعمال الأجراء، لا سيما فيما يتعلق بتطوير الخدمات الإلكترونية عن بعد التي يقدمها صندوق الضمان الاجتماعي. خصائص بطاقة الشفاء في نسختها الثانية تتميز بالتكامل التقني العالي مع التطبيقات الذكية والمنصات الرقمية الخاصة بالصندوق، كذلك لها مساحة تخزين أكبر وخوارزميات تشفير أقوى، تحتوي شريحة البطاقة على آخر 40 وصفة طبية إلكترونية للمستفيد وذوي حقوقه، كذلك تحتوي على 400 آخر دواء مسلم وهو ما لم يكن متاح في البطاقة بطاقة الشفاء الأولى. تتميز بنظام عالي للتشفير المعلومات، إمكانية الاطلاع على كل الأدوية الموصوفة والمستلمة، وأهم شيء مدة صلاحيتها التي تقدر بعشر سنوات، وتتميز بجودة المواد التي صنعت منها. وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن هذه البطاقة تمت بأيدي جزائرية وبنسبة 100%. كذلك توجد إمكانية إدراج معلومات إدارية وطبية إضافية مثل الجنس، الفئة أو الأمراض إلى آخره، وإمكانية إدراج الرمز الخاص للمؤمن وهو الكود بين. وفي سياق متصل، وابتداء من 19 ديسمبر للسنة الجارية، تم إدراج آلية جديدة، رفع مبلغ الوصفة من 3000 دينار جزائري إلى 5000 دينار جزائري، وذلك بنسبة فئة المؤمن لهم اجتماعيين الناشطين والغير مصابين بأمراض مزمنة. كما أنهي إلى عناية المواطنين لا سيما المؤمن لهم اجتماعيين وذوي حقوقهم أن النسخة الأولى والنسخة الثانية لبطاقة الشفاء تحملان نفس الامتيازات ونفس الاستعمال على مستوى كل ممتهني الصحة، لدى الصيادلة، لدى الأطباء المعالجين، على مستوى كل العيادات المتعاقدة مع الصندوق، يعني ما كانش فيها مشكل المؤمن يستعمل البطاقة الأولى أو الثانية مع نفس الامتيازات. بلغة الأرقام، سجلت مصالح وكالة ولاية قالما للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أزيد من 260 ألف بطاقة شفاء صادرة ومسلمة لأصحابها، 552 مفتاح لمهني الصحة، كما تم تسجيل أكثر من مليون فواتير إلكترونية خلال السنة الجارية. أما فيما يخص التعاقد مع ممتهني الصحة، سجلت مصالح الوكالة 148 صيدلية متعاقدة على مستوى التراب ولاية قالما، 90 طبيب معالج بين طبيب عام وطبيب أخصائي، 7 صانعي نظارات طبية، 5 مراكز لتصفية الدم، و7 متعاملين في لمؤسسات النقل الصحي.